بقى البسيط اللي احنا بنحمله المواطن، لكن كل ما بنقدر نتحمل بنتحمل، بدليل ان اذا كان حصل زياده في اسعار اللحوم حصل زياده، لكن ما هيش متناسبه مع الزياده الحقيقيه في المدخلات. احنا عندنا معدل الزياده في المدخلات اكتر من 200%، الاسعار ما زادتش 200% ولا زادت 50%. نعم. وبالتالي الحاجه الثانيه اللي لازم تاخد يعني الزياده لا تتناسب مع المدخلات، زياده مدخلات الانتاج. طبعا المدخلات زادت بنسبه عاليه جدا. لكن النقطه اللي يهمني ان انا برضو حضرتك احطها قدامك وامام الساده المستمعين، ان برضو المربي الصغير انا مش عايز اخسره. عشان يستمر، ما هو لو خرج من الدوره وخرج من الانتاج نتيجه انه ما بيجيبش تكلفته، هينخفض حجم الانتاج، هترتفع السلعه اكثر من كده مرات. وبالتالي لابد ان احنا ننظر الى نقطه التعادل وناخد في الاعتبار التكلفه الحقيقيه. وبرغم كده احنا يعني بنقدم كل الدعم، نتحمل جزء كبير من التكلفه في سبيل ان احنا برضو نمرر قدر بسيط من التكلفه اللي هي تقدر تحقق التوازن وتشجع المربي الصغير ان يستمر في الانتاجيه. هل الاسعار هتزيد اكتر ويعني بمناسبه عيد الاضحى المبارك ممكن تزيد اكتر من اللي احنا عليه دلوقتي، ولا ليكوا اجراءات مع التموين تخفضوا شويه خلال الخمس ايام الاخيره؟ لا سياده الوزير، ايه اللي حصل في الاربع خمس ايام الاخيره؟ يعني احنا اقول ان اسعار الرؤوس الماشيه اللي بتنشرح حيه يمكن اسعارها انخفضت حوالي 4 و5 جنيه خلال الايام الاخيره. لان احنا برضو بنعمل دراسة لاحتياجات السوق. وبننسق مع الجهات المختلفة في سبيل ان احنا دائما عندنا توجهات من فخامة السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء ان لابد ان يبقى عندنا اجراءات استباقية لمواجهة المواسم والفترات اللي بيزيد فيها الاستهلاك. فاحنا طبعا مسألة زيادة عدد الرؤوس المستوردة خلال الفترة اللي فاتت، وبالتالي هتنتج يعني هيبدأ تتاح للسوق في الفترة ديت، وبالتالي متواجده، فان شاء الله نعمل ان شاء الله ان يبقى الاسعار مستقره ان شاء الله. مخططات سياده الوزير الخاصه بسياده الرئيس بيتكلم النهارده ايضا على زياده استصلاح اراضي، يبقى عندنا زراعات اكتر، حاجات احنا محتاجينها اكتر عشان يعني مساله الاكتفاء الذاتي ربما يكون في بعض الحاجات، ولكن نصل ايضا في سلع استراتيجيه الى يعني مش عايزين اكتفاء ذاتي ولكن على الاقل بنسبه 60% 65 70% مثلا. ان شاء الله ان شاء الله. انت عارف ان يمكن المشروعات القوميه، يمكن احنا عايز اقول حاجه برضو من خلالك، ان احنا من الدول القليله اللي بتستصلح الصحراء. مفيش دول بتستصلح الصحراء زينا. دول كتيره معتمده على الامن الغذائي والزراعات على المطر. لكن احنا الدولة الوحيدة اللي ده العالم كله بيفقد ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر. احنا لا، الدولة المصرية بتقود برنامج طموح وقوي لاستصلاح الصحراء، عندنا مشروعات كتيرة جدا زي ما قلنا تاني. تشكى الخير، الدلتا العملاق، شمال ووسط سيناء، شرق العوينات، الوادي الجديد، المنيا وغرب المنيا، جنوب الصعيد، كل دي مشروعات كبيرة على طريق زيادة الرقعة الزراعية. وبعدين كمان مش على طريق الرقعة الزراعية كمان، ده انت كمان بتوفر لها مصادر مياه يعني من معالجة مياه الصرف الزراعي اللي هو يعني بتكلف المليارات. على الجانب الاخر بقى بخلاف الجانب التوسع الافقي، المشروعات العملاقة كمان زملائنا في مراكز البحوث والجامعات المصرية والبحوث الزراعية وخلافه استنباط اصناف جديده عاليه الانتاجيه. محور زياده الارض الزراعيه مع محور زياده معدل الانتاجيه لوحده الفدان، الاثنين دول ان شاء الله هيمكنونا ان احنا اولا في المحاصيل اللي احنا بنحقق فيها اكتفاء ذاتي ان تزيد نسبه الفائض اللي يصدر عشان يجيب لنا عمله اجنبيه او ندخله في عمليات التصنيع، وبالتالي يؤدي الى زياده قيمه مضافه، وبالتالي يؤدي الى زياده نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي. اللي عندي سيادة الوزير كده اكتفاء ذاتي وبعدين بصدر بعد كده.